مرحبا بالإخوان اللي تشرفونا في الساحة، نحن لكم شاكرين، مرحبا بكم. التعرف على أكلات باولو عبارة عن شوية ديال الراس ديال البقري واللسان ديال البقري والدراع نفس المشي ديال البقري نيت، الراس ديال الغنمي خروف مخيخ، هذه الطنجية المراكشية. كل المدن كتمتاز بالأكلة ديالها، إلا مراكش لوحده كيمتاز بهذ الأكلة ديال باولو بالطنجية المراكشية. اللي ما جاش المرة اللي جا لمراكش وما كلش باولو والطنجية راه بحال ما جاش. طريقة التحضير ديال واخا شي سكري شوية ماشي مشكل، نكشفوا لكم على المستوى اللي قالوا للناس. مرحبا. طريقة التحضير ديالها هو كيتنيطوايا هادشي في الوقت وكيتوضع في واحد الإناء كبير بواحد الآلة لتحت، واحد الكسكاس لتحت ولاصوص ديالو، لأنه كيطيب نص الطيبة الأولى في لاصوص ديالو ومن بعد كيكمل الطياب ديالو في الكسكاس الثاني الفوق، وبنفس لاصوص كيتبخر في نفس لاصوص ديالو باش يعطي هذا اللون ويعطي هذا اللوغو. خصو يطيب النص الاول الطيبه الاولى في لاصوص، وفي الطيبه الثانيه يكمل الطياب ديالو في نفس يتبخر في لاصوص ديالو نيت. هادشي باش تعطى هاد الاكله ديال باولو المشهوره على الصعيد المراكشي. الاسم ديال باولو، القصه ديال باولو، هو الناس جوج الناس اللي كانوا مخترعوا هاد الاكله هادي، با محمد شوي الله يرحمه وسي احمد الحاج احمد باولو، الملقب باولو، هو ماشي اسمه باولو انما يلقبوه بهذا الاسم هذا. القضيه كانت بسيطه، كان كي كتعرفوا هادشي كان قديم، كانوا الناس كيحطوا القراب شويه على الارض وكذا، بعد السياح كياكلوا. شي واحد فيهم بغى الماء قال لهم جوفو دولو، هو دوك الناس القدام ما قارينش بزاف شويه، قال شنو؟ قال ليه بغى بالو. مراكشيين تيقولوا البا باولو، فهمتي؟ بغاو هما بغالو وقالوا باولو، من تما هزوها عليه المراكشيين بان اسميت باولو باولو، بقاو عليه بهذيك الاسم هكاك حتى تنشر هذا الاسم هذا ديال باولو. اكله باولو هي في متناول الجميع، هي ارخص اكله في مراكش. كتبدا تقريبا من 20 درهم، اقل هو 20 درهم، كتطلع حتى على حسب الانسان تيبغي ينوع شويه ويزيد شويه في الكونتيتي وكذا، كتوصل حتى ل 50 درهم 60 درهم تبصيل، ولكن كبير. اما التبصيل اللي هو في متناول الجميع ما تيتعداش 20 درهم، يعني كتكون فيه تقريبا واحد الرابعة ديال اللحم تقريبا مخلطة فيها، شوية ديال الراس شوية ديال راس بقري شوية ديال الدراع شوية ديال اللحم، مخلط داكشي مخلط شوية وبلاصوص وتغيميسة ديال الخبز من الفوق. بزاف الزبناء مراكشيين وبزاف الناس ديال اللي كيتعطاو لهاد باولو هادشي، بزاف الناس ديال كازا الرباط كذا إلى آخره، كاع الناس اللي جاو لمراكش وما كانوش باولو طنجيره ما جاوش هما بروسهم تيصرحوا بهذه القضيه، كيقولوا الا جينا لمراكش ما يمكنش ما نجيو ناكلوا باولو وما ناكلوش طنجيه، بحال ما جيناش لمراكش نهائيا كاع.